مين هو هامان وزير فرعون اللي ذكر في القرآن الكريم 6 مرات؟ أهلا بيكم في سين سؤال. بس قبل ما نجاوب على السؤال، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ويلا بينا. القرآن الكريم كتاب الله الخالد، مليء بالحكم والمواعظ، ومليء أيضا بالقصص. وتضمن القرآن الكريم كتير من الوقائع اللي حصلت في الماضي، وذكر البلاد اللي حصلت فيها، وتتبع أثار كل قوم من الأقوام اللي يتكلم عنهم، ومنهم أقوام ما شفناهاش وما سمعناش عنها أي حاجة، وما فيش عنها أي أثار تاريخية إلا ما ورد في القرآن الكريم. في حاجة صورة ناطقة للي كان بيدور في العصور دي، والمغزى من ده هو قوة التأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ومن بين قصص القرآن الكريم ورد اسم هامان، وزير فرعون المتجبر اللي أهلكه ربنا سبحانه وتعالى هو وجنوده. فمين هامان ده؟ وقال هو اسم لشخص ولا وظيفة؟ تعالوا نعرف الحكاية من بدايتها. كان فرعون زي أي ملك من الملوك له حشية كبيرة، مساعدين ووزراء وموظفين وعمال، يعني حشية طويلة عريضة بتساعده وتعتبر من أركان حكمه. وكان هامان هو أقوى واحد في حشية فرعون. ولما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام لفرعون وقومه وأخبره برسالة الله سبحانه وتعالى، اتجه فرعون للحشية بتاعته وبدأ يخاطبهم. وبعد ما سيدنا موسى عليه السلام وراله المعجزات بتاعته، العصاية ويده اللي أصبحت بيضاء من غير سوء، قال إن ده سحر، وبدأ يستعين بالحشية بتاعته اللي أشاروا عليه إنه يجيب سحرة تانيين، والقصة المعروفة يعني. وكان من أشد الناس المقربين له هامان. ويكفي الدلالة على أهمية وعظم شأن هامان في حشية فرعون هو أن الله سبحانه وتعالى ذكره في 6 مواضع في القرآن الكريم. واختلف المفسرين والعلماء في تفسير معنى كلمة هامان، هل هو اسم الشخص ولا لقب أو وظيفة؟ فتعددت آراء المفسرين، وبينما اتجه البعض إن كان في وزير أو مسؤول عن أعمال البناء في عصر فرعون اسمه هامان، اتجه البعض الآخر المفسرين لذكر إن هامان تطلق على نائب أو على أي مساعد للفرعون، فيعتبر كلمة هامان اسم نائب عند الفرعون أو أي ملك آخر من ملوك مصر. فقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وزي ما قلنا وردت كلمة هامان في القرآن الكريم 6 مرات، 3 مرات في سورة القصص، ومرتين في سورة الغافر، ومرة في سورة العنكبوت. والآية اللي ذكرناها تعتبر من الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. فكان في اعتقاد سائد عند المؤرخين أن المصريين ما عرفوش الآجر اللي هو الطوب المحمي أو الطوب المحروق قبل العصر الروماني. كانوا شايفين ان هم كانوا يا اما بيبنوا بالطوب الني، بيبنوا مبانيهم بالطوب الني، او بيبنوا معابدهم بالاحجار. لكن في الايه دي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ان فرعون طلب صراحه من هامان، بل وكلفه انه يبني له صرح. عباره فاوقد لي على الطين دي لوحدها اعجاز تاريخي للقران الكريم، لان المؤرخين لفتره قريبه جدا كانوا فاكرين ان المصريين ما عرفوش من مواد البناء الا الطوب الني اللي بنوا بيه مبانيهم ومساكنهم، أو الأحجار اللي بنوا بها معابدهم. أما الآجر أو الطوب المحروق كانوا فاكرين أن المصريين معرفوش إلا في عصر الرومان فقط. وظل الاعتقاد ده سائد عند علماء المصريات لمدة طويلة جدا، لغاية وبعد 1400 سنة من نزول القرآن الكريم أثر أحد علماء الآثار على كمية من الطوب المحروق اتبنت به قبور فرعونية قديمة، بل وقمت به بعض أسس المنشآت. وده طبعا من الإعجاز العلمي والتاريخي للقرآن. وهنا سؤال، هل هامان غرق مع فرعون ولا ما غرقش؟ الإجابة تحتمل حاجتين. وفقا للقرآن الكريم ففي نص صريح بيفيد غرق هامان بذاته مع فرعون، لأن الآية بتقول، لأن القرآن الكريم بينبئنا أن فرعون غرق مع جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فذكر ربنا سبحانه وتعالى صراحة في العديد من المواضع بصراحة أن فرعون غرق مع جنوده كلهم. ففي تفسير قول الله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فهاء الضمير هنا بتعود على فرعون وجنوده كلهم. وبالتالي إذا كان هامان من جنود فرعون فبالتأكيد غرق معه. لكن في بعض الآراء بتقول إن الفرعون إنه مش معقول هياخد جيشه كله ويروح يطارد بيه سيدنا موسى وأتباعه من بني إسرائيل، وبالتالي فهيسيب جزء من جيشه في الخلفية كمؤخرة يعني. ومن الممكن جدا ان يكون هامان هو هذا القائد او هذا النائب اللي تركه فرعون على باقي جيشه، وبالتالي يكون ما طلعش معاه في الحمله دي، وبالتالي ما يكونش غرق معاه. والله اعلم. كان هلاك فرعون وجنوده سواء كان فيهم هامان او ما كانش فيهم جزاء لبغيهم وتجبرهم واستعلاهم في الارض. وكانت نجاة سيدنا موسى عليه السلام ورسالته المرسل بها من رب العالمين
دليل آخر على استتباب سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. نيجي هنا لنقطة تانية وهي هامان في التراث الحكامي أو التراث اليهودي. بيقول إيه اليهود عن هامان؟ يعتبر هامان في التراث الحكامي واحد من الأشرار التاريخيين اللي اضطهدوا اليهود، وبيقول إنه حاول إبادة اليهود في آسيا، ولذلك أصبح من ألد أعدائهم. وأصبح هامان بطبيعة الحال محور العديد من الأساطير التلمودية. وهنا نيجي لآخر جزء في الفيديو، هو إزاي هامان كان سبب في إسلام واحد من أكبر علماء فرنسا، العالم الفرنسي الكبير وعملاق التشريح موريس بوكي. موريس بوكي أسلم بعد ما كان بيعمل أبحاث ويدور على سر الاسم، دور على اسم سر اسم هامان، فراح لواحد من علماء التاريخ الفرنسيين المختصين في تاريخ مصر الفرعونية، وعرض عليه الاسم وطلب منه ترجمة معنى اسم هامان باللغة الهيروغليفية. فالخبير جاب قاموس أسماء الأشخاص في الإمبراطورية الفرعونية وفتح الكتاب، وكانت المفاجأة أكبر مما يتصور. كان معنى اسم هامان رئيس مقالع الحجر. وهي ما كانت طبيعة هامان، سواء ما كان اسم أو وظيفة لوزير، فهامان كان مسؤول عن المباني والإنشاءات في عهد فرعون، كان مسؤول عن إنشاء السروح داخل الدولة الفرعونية. وربما يكون هامان أحد جنود فرعون المسؤول اللي خرجوا معاه في الحفلة، وإذا كان هامان أحد الجنود اللي خرجوا مع فرعون في الحملة اللي بتطارد بني إسرائيل، فبأكيد مات معهم كما نصت الآية القرآنية. كذلك فإن من المؤكد أن هامان كان سبب في إسلام العالم الفرنسي الكبير موريس بوكي. هنا وصلنا لآخر الفيديو. برجاء لو حسيت ان الفيديو ده افادك او اضاف لك معلومة، ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.